كام كيلو برتقال؟ كله بالتسعيرة. والموز؟ قد حق البرتقال مرتين. كان بتاع ده؟ أما تبقى تعرف اسمه بقى تعالى اسألني عليه. عارفه، برجوج. بكام كيلو البرجوج؟ ده تفاح يا دفعة. الكيلو منه بيبقى شهر أكتر. اديني 2 كيلو موز و2 كيلو برتقال على جد. عيني. مين بسلامته؟ احمد ابن ستاتي؟ ايوه هو. الجهاديه قلبت حاله خالص، بقي بني ادم. مين كان يصدق؟ السلام عليكم. انت مين؟ انا اخوك سبع الليل. انا احمد. انت مش عارفني ليه يا عم صبور؟ والله العظيم انت اخويا احمد. اخويا جاي، اخويا جاي، اخويا جاي، اخويا جاي. امال فين امك يا عم صبور؟ في الغاب. امك في الغاب. بس خايفة أستخلك البدلة اللي خلال الجطع في قلبي. اليوم ما فطينا يا أحمد، حلنا بقى عدم. الأرض أقوى مني يا ولد، أنا مش قادرة عليها. بص شوف زرعتي يا أحمد، زرعة خايب. ولا يهمك يا أم، أنا أجازة 10 أيام. لك عليها الأرض دي هتبقى أحسن أرض في الجيرة. قشر لك برتقاله كمان؟ خليها عشانك يا ابني. باذن الله في الاجازه اللي جايه اكون دبكت لي حقك. جلابيه ستان اسود. انا مش مهم يا احمد، بس انت ابقى افتكر اخوك. ماما هتيجي صرخه. صرخه. اصبر يا عم صابون، صبرك بالله ما كانش يسريع. صرخه. وكيف صرخه؟ عم شاكر. عم شاكر. عاوز ايه؟ سيجارة مكانك. دي تبقى ربع سيجارة غير الحاجات التانية، وبكده يبقى حسابك تقيل قوي. ولا يهمك، مش 5 بيضات يكفوك؟ يكفوني، بس عايزك تجيبهم بعلم امك. أنا مش عايزة تيجي هنا تعمل لي مناحي. السلام عليكم. سبع الليل، ده أنت اتنجلت خالص يا سبع الليل. أهلاً أهلاً أبو حميد، سلامات. والله وليك وحشة يا راجل، من يوم ما دخلت الجيش واحنا بقينا زي اليتامى. كنت مسلينا. لازم نعزمك على حاجة ساقة. جلست كزوزة يا عم شاكر. كتر خيركم يا جماعة، ولا ضيف ولا غريب. حد شاف حسين أفندي ابن عمه هدان؟ حسين أفندي اللي قاعد في البلد لغاية دلوقتي. سافر مصر الكلية بتاعته يجي بقاله أكتر من شهر. يا خسارة. كان نفسي أشوفه. وأنت عامل إيه يا أحمد في الجيش؟ تمام. بتعمل ايه يعني؟ حارب الاعداء، اعداء الوطن. ها هينخع اهو. حرب ايه يا ابن ستيتي؟ هو في حرب؟ عم شاكر الراديو بتاعك قال ان في حرب. لا حرب ولا يحزنون. ايه ده؟ يعني اني كذاب ولا اني كذاب؟ طب ثلاثة بالله العظيم، ثلاثة بالله العظيم، انا بحارب الاعداء والطاعونه اللي في راسي دي واحد منهم. لكن انتوا ايش دراكم؟ انتوا قاعدين هنا بتاكلوا في جتة محلولة والحرب دايرة هناك.
واعداء الوطن قدامي عن عينك كده، هو انا وهم. الحمد لله اخوكم احمد مشرفكم ورافع راسكم، خدت شريطين اتنين للشجاعه النادره اتنين. صدقوني يا جماعه يمكن في حرب سريه واحنا ما نعرفهاش. طب حيث كده يا احمد بلاش تخاطر بكلام زي ده قدام حد غريب. ايوه احسن، ده يبقى اسمه افشاء اسرار عسكريه.